تفاوت على حسب الوزن بتاعها اخباره ايه. يعني نعم لازم برضو الساده الزملاء اخصائيين العلاج الطبيعي المتخصصين في فقدان الوزن لازم ينزل الوزن باي طريقه من الطرق. دي رقم تمام، واحد. اتنين معانا دكتور مصطفى ينزل وزنه، مفيش بالظبط. مشكله. النقطه الثانيه، حتى لو كانت درجه ثالثه، تصور حضرتك يعني تمام حتى لو كان قطع كامل موجود في الرباط. المشكله بقى ان الرباط الصليبي ما يجيش لوحده، يعني في بعض الاحيان بيجي معاه كمان الغضروف الهلالي او الداخلي، وبيجي معاه كمان الرباط الداخلي تمام طب هي بسموه هتقعد فترة قد ايه؟ فترة قد الثلاثي. ايه تتعالج على العلاج الطبيعي؟ بيتفاوت يعني على حسب الدرجه بتاعتها. قلنا درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه، قلنا على حسب الوزن وعلى يعني حسب السن. اقل فترة قد ايه واقصى فترة قد ايه في العلاج ما الطبيعي؟ نقدرش نحدد ما المده نقدرش بالظبط. نحدد، طبعا ما فيش، لا يوجد اخصائي علاج طبيعي يقدر بس يحدد. المهم يعني ما تكونش ترجع طول لايف او مدى لا لا الحياة نو اللي نو اوف هتفضل كورس على لا لا العلاج لا 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 الطبيعي تماما تماما باستمرار لا يعني. لا لا تماما. يعني بنتكلم احنا مثلا نقول مثلا 2 مانثس، شهرين بكتير قوي، شهرين يعني وذ ان افريج، يعني حسب تمام الدرجه بتاعتها، وقلنا على حسب السن وعلى حسب اذا كانت رياضيه ولا غير رياضيه وعلى حسب نوعيه الحركه بتاعتها. تمام لكن احنا النهارده بنقول ان العلاج الطبيعي مهم جدا في حالات قبل عمليه الرباط الصليبي وبعد عمليه الرباط الصليبي. تمام يا حلو. فندم. ده اللي هو والبروتوكول الخاص هو بعد بيه العملية معروف يعني ان هو لازم علاج لازم. طبيعي بعد العملية، لكن قبل العملية ونستغنى بيه عن التدخل الجراحي، هو ده اللي ممكن يكون جديد النهارده في تمام برنامجنا، لان الناس متخيلة طالما رباط صليبي يبقى لازم على طول جراحة ما فيهاش علاج تاني. ده هو آخر الأبحاث اللي احنا وجدنا